السلام tout le الله شلون تكونوا فيديو جديد آه, فيديو روتين اليوم من ايام رمضان وحاولت في هذا الروتين هذه آه, المره راني نتقاسم معكم افكار جديده هكا باش نوجدوا الميزانيه تاعنا للعيد كيف نقسموها كيف نوجدوها كيف نبداو نحضروا من دوك باش ما نحصلوش دانييا فيو سورتو لي مازال ما ملابس العيد الاطفال كما قلت لكم انا دائما نتقاسم معكم مشترياتي إحنا نبدا نشري يعني دوزات الحلوى، الحلوى نبدا نشري ملابس العيد يعني هذو الحاجات كاع نوريكم كيف نبداو نقسمو ونستعمل مدخراتنا باش هكا ما من نخرجوش على الميزانيه ديالنا وانا قبل ما نبدا نوريكم الشربه أه شكون كيما انا يدير تاع 3 انا نديرها تاع 3 ايام أه نحتفظ بها يعني ميصرا لها والو أه مازالني في الطريقه التقليديه يعني نقطع هكا الشربه ديالي بطاطا نقطع هكا القرعه هذه أه هي الطريقه اللي نخدموا حنا بها في الدار والفناها وما بدلتهاش أه نحاول دائما نطيب الاولى في قدا تاع الطين وبعد نفرخها نديرها أه يعني في دي بواط وهكا أه كل مره نجبد بوات يعني فريمون ساعدتني هذه الحاله أه سورتو ليامات الاخرين هكا تاع رمضان ولا الوسط تاع رمضان نبداو نقصو مش كيما الاسبوع الاول ناكلو كونتيتي كبيره نبداو دي فوا نقولو غير غرف واحد يكفينا وانا كنت درتهم مع لحد ديجا كنت قاسمتهم معكم دوك نحط لكم كاع الوصفات هنا الروابط ديالها في صندوق الوصف باذن الله اللي مع صندوق الوصف يضغط على العنوان يخرج له آه يعني آه روابط يضغط عليهم يطيح في آه في آه في لاغوسيت ال آه اللي يحوس عليها كما قلت لكم مع غلاء المعيشه ومشتريات ليرانو رانو يعني يستناونا باش نبداو نوجدوهم سورتو للعيد وخاصه العائلات اللي آه يعني تنطم في العيد ولا في هاديه فيتو لازمها آه يعني حلويات وجدي نزم لها آه يعني طيابات دونك ويجيك شي واحد يعني من دوكا نبداو آه ما نبداوش نحطو كاع المصروف تاعنا في رمضان على بالكم رمضان نشهاو بزاف بنحاول نبداو من دوك انا آه كما قلت لكم بيت الخزين آه تاعي تاع المواد الاساسيه الحمد لله يكفيني حتى مور رمضان يعني ما نضطرش ما نضنش اني نسحق حاجه كبيره أه مي كما قلت لكم مواد الحلويات كما كنتو شفتوني في مشتريات تاع رمضان كنت شريت يعني العسل كنت شريت حاجات نقصتهم عليا اللي أه ما فيديو نحطه لكم هكذايا كما قلت لكم تقعد غير فرينه فرينه تاع الحلويات فرينه تاع اللي نحتاجوها فريمون كيما سيميتو طرفا صغار الحلوه تخرج بزاف بها شابه نسحقوا شويه كاوكاو سورتو اذا كنا استعملنا في سهرات رمضان يعني نحاولوا من دوك نبداو نستغلو فيهم ونبداو من دوك نقصوا على روحنا اذا هدرنا على مصروف المطبخ راح نقولوا بين المصروف تاع المطبخ راح يكون فيه اضريفة اللي هو ظرف مصروف الاسبوعي ظرف المواد الغذائيه وظرف الخضر والفواكه وظرف اللحوم كوم حنا كنا شينا اللحوم يعني قعدنا الظرف تاع اللحوم موجود مي نخلوه اون كاو عندنا الظرف الاسبوع اللي نستعملوه كل اسبوع لان هذاك هو اللي راح نشرو لي جو نشرو الحاجات نسحقوهم لي كريم فريش الياغورت يقعد لنا الظرف تاع المواد الغذائيه لعادة عادة نخبوه آه لبيت الخزين آه أنت أونطخ هنا برك هادوما بقايا تاع الأكل يعني دواجن وكدا لي لحوم لي بقاتلي نفتتها كاع ونديرها حشو أه لهاديك الخبيزة لي كنتو جدتهم من قبل العجينة تاعها وهادي الكريمة كنت قاسمتها معاكم كريمة منزلية روعة كي درتها لداخل جات بزاف هايلة تلقاوها أه أنا في, في صندوق الوصف وهداك الظرف لي يقعد لنا نخلوه مواد الحلويات نحاولوا شوكولا نشرو كيما كنتو تشوفوا شوكولا هذيك دادا ولات 33000 33000 هذيك تاع لي بواط صغار دوك تاع كانوا بلاستيك هذو كانوا ديو 16000 ولات 22000 يعني لي بري بداو يطلعوا دوك كي يشوفوا العيد دي اكثر واكثر حاولوا انكم تشو تانيك بلاطوا تاع بيت تخبوهم آه يعني بداو تانيك لا اللي ما عندهاش كيما شفتوني شي بواط كبيره تشد لي قريب عام حاولوا دائما هادو الحاجات كاع وطيب وجدوا لي غوسيت تاعكم معاونين طيبوهم ما تبعوش بزاف جديد هذاك اللي فيه الشوكولا يفي يعني روحو دائما الوصفات التقليديه اللي فريمون ما ميكونسوميوناش بزاف مواد يعني شوكولا وحاجات تاع لا ديكوراسيون يعني فريمون تكون بنينه مع بكل صراحه نفضل التقليدي لانه الد كاين قنوات بزاف يتقاسموا وصفات تقليديه روعه بالنسبه لملابس العيد انا دائما نحاول اني يعني نقتطع مبلغ من المال كل شهر للاطفال على يعني حسب الشهر عندكم من طفل وعلى حسب الميزانيه تاعكم تقتطعوا لهم هذاك مبلغ حاولوا ما تمسوهش يعني كي دور عليكم العام تلقاو عندكم دائما نقود خاصه ملابس العيد ولا كسوه اون جينيرال وحاولوا انكم دائما أه تروحوا للجوايه اللي بيعوا ديرو فيهم دي سولت ولا تخفيضات هكا راح تطيحوا يعني أه في, في هادو ما لي زوكازيون هذوما اللي فريمون تلقاهم لانو على بالكم يا بس العيد يزيدوا عليها بزاف ويبداو أه يغمونتيو في لي بري كيما على بالكم هاد اليامات كل شيء غالي البنانه وطلع أه كشتو الثمن تاعو كرافت لا يعني فريمون كاين حاجه لدنيا في واحد النشيبه تنجا قال لي كيلو يعني هنايا يتفهموا بلي حاجات أه انا بها دائما ننصحكم نعاود ونعاود انكم توجدوا من قبل ادخاراتكم تخبوهم آه يعني مش دونا كنت دايره آه تحدي تاعي انا ولوستي انا يعني نكمل عليه يعني دائما نحط فيه نقود لاني عندي هدف آه في نهايه العام باذن الله وان شاء الله نلحقوا دائما حسن التدبير والتخطيط هو اللي راح يعاونكم انكم تلحقوا آه ما تفسدوش ميزانيه تاعكم وانكم تقدروا تكملوا الشهر باذن الله بدون آه ديون كما شفتوا كنت حضرت طاوله بسيطه هنا عندكم يعني دول تاع كرومبيت زدت لها من فوق قيمه الجبنه كنت حضرتها ويعني حطيتها لكم منزلية نزيد ليها الخبيزه هذيك بزاف بزاف بنينه بقايا الدجاج يعني روعه وهنايا يعني رحنا للسهره ديالنا كما على بالكم آه اللي يحب القهوه ويشرب القهوه يحب لاتاي او كاين لاتاي حلويات بسيطه آه كاين حضرتهم في البيت كاين شريتهم هكذا واحد ينوع شويه كل مره وشي حط أه دائما نقولكم ببساطه نحضروا مائده نبس بها أه حاجه آه فريمون بقايا جامي نرميوهم دائما نستغلوهم وهكا باش يقعدوا انا هذوما اللي الحلويات هادو اللي كنت دوكا أه حضرتهم في البيت إذا طارت آه كورني هادو مالي كورني بزاف هايلين جو بزاف خفاف زدت لهم الداخل آه كريمه الفراوله جو روعه يعني ذوقهم بزاف هايل كاع تجينا مورقه لي دي كنت ديجا خدمتها معاكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله حنوريكم كيفاه نقسم مصروف كيفاه نوجدوا آه باش نحضروا ميزانية لما بعد العيد والعيد ايضا آه تاني نحاول اني نتقاسم معكم بعض الجوالات لمشترياتي ملابس العيد هكا باش تاخذوا افكار من قد تلقاو آه يعني اثمنه آه آه لبس بها وسلعه شابه انا كما قلت لكم كنت درت لكم جوله في بوبايا رحت لبوبايا أه شريت التمر البنت بنتي كنت خطفت لها بعض الملابس أه حاولوا كانوا لا دنيا فما ما حطوش سلعه جديده مي دوكا بالك دوكا يبداو يحطوا يعني راح نتقاسم معكم لي بون بلون كي العاده ونتمنى في لي كومونتير اسكو بديتو تشرو ملابس العيد ولا مازال اسكو وين رحتو احسن المحلات اللي شايفين فيهم ولا اللي موالفين تشرو من عندهم ولهنا يا كي العاده قبل ما نكملوا نقولكم صحه فطوركم صحه سحوركم والى اللقاء سلام